مساء الخير. احيانا ما بعرفش ارد على بعض التعليقات بالكتابة، يعني برد عليها في فيديو. بالنسبة لقصة الزمالك او اداء الزمالك الباهت والخسارة المتتالية، دلوقتي 6 نقط خسرناهم ونقطتين قبل كده، وبداية الدوري كان برضو في نقط وخسائر، وبعدين بمجرد ما بيحصل الاقي بمجرد معلش كان في عربيه بتتسرق هنا بمجرد ما تحصل كبوه من الكبوات دي بيسارع مرتضى منصور بانه يتهم اللعيبه ويتهم المدرب ويتهم اي حد، مع انه هو الاساس. يعني انا هديكم مثال بسيط علشان انا مبقاش بفتري على حد، كويس، وانا مفيش في سلطتي افتري على حد، يعني انا مجرد واحد من الجمهور بيقول رايه. دلوقتي لو انت عندك مثلا فندق والفندق ده ليه مدير، كويس، وحصل مشاكل في الفندق، سرقات وحوادث ومثلا مشاكل النظافه وصحه، وتقعد تفتيش جم ومسكوا مش عارف مين في الدور الايه والاوضه الفلانيه، يا ترى الرأي العام والحكومة والإعلام والبوليس وكده هياخد برأي مدير الفندق اللي عمال يقول ده عمال النظافة هم السبب، ده مدير الصالة دي هو السبب، ده مش عارف ايه، هيقولوا له بس 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 حضرتك اتفضل مع السلامة، عشان دي مسألة إدارية، احنا هنجيب مدير كويس يدير الفندق ده ويجنبنا المشاكل اللي وقعنا فيها دي. نفس الشيء المصنع، ونفس الشيء الشركة، ونفس الشيء النادي. لما يكون النادي نتائجه وحشة وقراراته غلط ومدربه سيء واللعيبة متخاذلة، وأنا معترف إن في ناس بتشارك في الهزيمة، مش بس مدير النادي بنفسه أو رئيس مجلس إدارة بنفسه، هو ما بيلعبش أصلا ولا عمره لعب كورة، هو راجل مسؤول وهو اللي بيتحكم، بالذات مرتضى منصور ده من النوع اللي بيتحكم في كل حاجة. كان يقول لا هنا هنا لا هنا كذا أنا كذا أنا، فدلوقتي اللي هو فارد صدره قوي ده يتحمل مسؤولية الخسائر دي ويعترف ان اختياراته غلط وإدارته غلط ولاعبته غلط وفي روح سارية في الفريق غلط وفي النادي، ما فيش الحمية اللي كانت موجودة للزمالك عشان يغلب وعشان يحقق انتصارات وغيره، وقاعد شغل نفسه بالمسلسلات وشغل نفسه بإبراهيم عيسى وشغل نفسه بحاجات تانية ملهاش علاقة بالكورة. وبعدين الناس تقول لي طب وهو ذنبه ايه، ما اللجان واتحاد الكورة شوف اي خسائر او اي فشل بيبقى له كذا سبب، بس السبب الرئيسي هو اللي ماسك الدفة، المدير العام هو السبب الرئيسي وهو اللي بيتحمل خسائر. عشان كده يعني مش هتكلم في السياسة، بس زمان ايام ما حصل مشاكل في السياسة من حوالي 50 سنة ولا حاجة، يعني حصل ان الرئيس جمال تنح، ليه؟ لانه اعتبر نفسه هو المسؤول. فدي أمثلة بسيطة يعني للي حاصل. يعني أنا مش بجيب من عندي، يعني أنا مش مؤلف مشاكل ولا مؤلف قصص، يعني أنا جمهور وبغير على الفريق وبغير على النتائج وحاسس إنه أنا الأوان للتغيير. يعني ما ينفعش تكرار المآسي دي أو المأساوات دي كل سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، وفين وفين لما نكسب دوري وكان حسين لبيب هو اللي مسؤول. مش شكرا شكرا.